两天。نرجع نستقبل مرة ثانية الفنان سعدون الساعدي. أهلا والله أنا يكون لي شرف كبير اليوم بالبصرة، أنا أسميها محافظتي الثانية من بعد بغداد هي البصرة. افتتاح خير للبريان بعد البريان بالتسعين ان شاء الله دكتور صالح. يلا حضرنا الكريم، ممكن شوية تفرقوا لنا الساحة خاصة يعني هاي الأجواء الحلوة، لأنه راح تكون احتفالية إن شاء الله الحضور هذا نكملها عند من عوائلنا أهل البصرة والعراق، وألف ألف تحية لشعبنا. إن شاء الله نسمع صفقة، نسمع صفقة حلوة، نسمع صفقة حلوة على مود تبدي الاحتفالية حلوة. والمتألق والمبدع الرائع فنان فنان مطرب شعبيته يعني ما شاء الله فزت كل العراقيين المطربين اللي موجودين، تحياتنا لهم. ولكن سعدون الساعدي له بصمه سواها اللي حقيقه يستحق التقدير والاحترام. نسمع صفقه سعدون الساعدي الرائع الرائع الرائع. هلا 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 هذا عين الله الشرف. بعد الصفقة بس بعد الصفقة للبصرة كيف البصرة؟ هسألين مشاركة وصوت، أكيد الخلايجة منورين البصرة ومنورين العراق. وري صوتكم يلا. كل الهلا بيك اليوم وبدارنا، ايه اليوم وبدارنا، اكيد كل الحب والاحترام لوزارة الداخلية الابطال طبعا. يلا كل الهلا بيك اليوم وبدارنا، ها اليوم وبدارنا. بويا هذا مو صوت، هذا مو صوت، الصوت يوصل للكويت. ايه يلا لا حد يستحي، لا حد يستحي، فك عيوني. كل الهلا بيك اليوم هي بدارنا، ها اليوم هي بدارنا. يا بالبنات استحنا انا ما اخذ شان ان شاء الله، استحنا ما اخذ شان ان شاء الله سعديه. يلا كل الهلا بك اليوم هي بدارنا، ايه اليوم هي بدارنا، ويا اليوم هي بدارنا. هاي للبصرة 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 بالعزوبي وحاتم ما لها حق، وحاتم ما لها حق، وحاتم ما لها حق. نقول هلا بكاس الخليج وهلا بجيتك، هلا بكاس الخليج وهلا بجيتك، فرحانين وبهاي الناس وبهاي لمتنا. العراق عراقكم والبصرة بصرتكم، كل الهلا بيك يوم بدارنا، ايه اليوم بدارنا. بالخمسة ميل ارتاح لما نطبها، ايه والحيانية فدوى الروح فدوى قلبها. طقنا على عيوني ايوم ما بنوم ساعة، توني هيوم ما بنوم ساعة. أنا بالصمون واقف على الفرن، جايكم بالعيد ومفول شحن مثل طق البياض. يابا قالوا الصمون نازل صاير ثمانية، هي الحياة مجازفة. يلا يا سعدون صمونك وين وديته، هي صمونك وين وديته، اي ونبيع لك ما نختلف. صمبور انا صمبور خايفه صمبور، وهاي الحبايب الحبايب شلون وياك عمت ام السحور، شلون وياك خايفه شلون وياك يمه، شلون وياك يمه تدفن بالنجف في الصيحوره،
حرجاوي نوديهن يا الهدوم يا الصوت هم احمد الخياطه معازل اليو هاي به معازل اليو مبروك ان شاء الله للمريان افتتاح خير ان شاء الله يتربى باسكم هذا جاني حجي للبيت اتفق وياي قلت له حجي قال ابني يحبك وعنده عرس قلت له بخدمتك حجي اعطيني عرفون مين قال انا ما شايل هاي الجنسيه شنو كرك يا هاي لا تضحكون الحمد لله والله على قد فلوسكم بعد وين اقدر ها خابرنا واحد من الاربعه الصبح قال خو ما نايم قلت له خابر كذب شغل من الاربعه الصبح هاي امي لقيتها مريضه خطيه شاده راسها اعطيتها 50 قالت ها انا شويه زينه هسه يعني مو مثل قبل فتحياتنا لكم والف مبروك لابريان وافتتاح ابريان سمعونا صفقه 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 اكيد اليوم انا الشرف يم الكبير ابو ياسين ماجد ياسين الراقي الاستاذ والحبيب هاي القامه الفنيه هذه صفقه تليق ماجد ياسين يفيدون على راسه والله شكرا شكرا طبعا لمشاركة الرائع فناننا العزيز المحبوب الشعبي سعدون الساعدي ونرجع للجوائز وللهدايا ولكن قبل كل شيء ايضا عندنا عندكم مفاجأة احد الفنانين الحلوين